حامد، اللي انت عملته ده يقول انك لسه واطي زي ما انت، وانك عمرك ما هتتعدل. اللي عملته يا اختي كان علشانك، علشان محدش يقول ان تربيتك يطلع منها لعيبه. كذاب. اللي عملته ده عشان نفسك انت، عشان الفلوس وسيرتك قدام الناس الدم عندك يبقى ميه. اسيل كلمي. انا يا عمته اتضربت واتهنت، وانا حتى بابا عمره ما مد ايده عليا، وعمي ما سمعنيش وظلمني. حقك على راسي يا بنتي. ما تقولش بنتي، عشان دي لو بنتك كانوا دول بقى اخواتها وكانوا يحموها مش يتعدوا عليها. عمت انا ورحمه. اخرس يا ولد. انا قلت ما حدش يتكلم غير لما انا اقول. اسيل ايه اللي يرضيكي؟ مفيش حاجة يا عمته، حصل خير خلاص. أنا قلت إيه اللي يرضيكي؟ واللي يرضيكي هعمله دلوقتي حالا. حصل خير يا عمته، أنا تمام، مفيش مشكلة، ده عمي برضه. اتفضل يا باشمهندس. أنا أبويا الله يرحمه كان بيحكي لي إنه عندهم في الصعيد الراجل اللي يخش دار عدوه ويأمن شره، عشان بيبقى في حمى رجالة البيت. وحضرتك اتهمت أسيل واتهمتني أنا في شرفها مع انها منك، ومديت ايدك عليها مع انها المفروض كانت في حمايه، لان انا راجل وكنت واقف قدامك، والكف اللي نزل على وشها ده نزل 10 اضعافه على وشي. عشان بتفهم في الاصول يا باشمهندس. اصول ايه وباشمهندس مين؟ بقى ده اللي هيعلم الهلاليه الاصول؟ جراح حاج حمد يا هلالي، هو انت كنت ضربتها بالنار ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عمتي، أنا ساكت ومستحمل من ساعة ما دخلت. طاهر لسانك جوه بقك وما اسمعش حسك خالص. ماشي ماشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.